انطلقت قافلة طبية بمرسى علم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القافلة وقعت الكشف مع صرف العلاج ل 109 حالة بمختلف التخصصات الطبية بالمجان، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج لها، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. أنت يعني ما تقرأ شيء يعني